تشكرجت معهد دراسات الموسيقيه دراسات موسيقيه نعم عضوه بالمسرح العسكري بالثمانينات عرفت الجمهور من خلال اغنيه بالفيلم الشهير عماره 13 اسمها تروح وترد المواسم وبعدها ما طولتي هوايه اعتزلتي لاكثر من 30 سنه صح بالضبط بس اريد تروح وترد المواسم هي من الحان وتوزيع الموسيقار المايسترو الكبير سالم عبد الكريم اللي نفسه هو كان يقود الفرقه السيمفونيه فرقة ساكو نعم. راح نحكي عليها طبعا الكونسرت اللي سويناه بأرمينيا طبعا احنا جايين هو الحان سالم عبد الكريم وكلمات المرحوم محمد جبار حسن طبعا احنا جايها واحده واحده بس اول سؤال يعني حتى نطمن الجمهور عنك انت وين مختفيه كنت وينك ليش صار هذا الانقطاع وين عايشه حاليا انطينا هاي المعلومات الرؤوس الاقلام حتى نغوص وياك بعدين شوف باوعاني ما مختفيه اني موجوده والكل على تواصل وياي نعم. الكل يعني ان كانوا رياضيين او كانوا فنانين اني الكل على تواصل بس اني ابتعدت عن الفن بصراحه يعني شوف سهر يعني اني حسب يعني اللي درسته واللي تعلمته واللي تربيت عليه بالبيت الفن ذوق الفن شيء راقي انت ترقي ذوق المتلقي اني شفت الاجواء ما تناسبني ما تناسبني ابدا فلذلك كان عندي خيارين يا اما ابقى وانتقد يا اما ابتعد فاختارت ابتعد بس مع ذلك من جت فرصه الكونسرت العالمي اللي سويناه ويا فرقه عالميه نعم اني راسا اول واحده قلت نعم وشاركت احنا طبعا يعني حضرتك ده تحكين عن كونسرت اللي صار السنه اللي فاتت يعني صار على يعني احدى القنوات كان كونسرت 30/12 يعني نهايه 23 نعم وطبعا يعني كان شيء مبهر فرص اكيد ما اقول لا طبعا بس هذا بعد كم سنه غياب وكم سنه انقطاع يعني مو هي هاي اطلع اني شغلني مثلا أيه. اني صوتي يلائم اطلع مع ويا السيمفونيه وبصراحه اني بديت ويا استاذ سالم عبد الكريم ويعني من خلص من سافرت وابتعدت خلص يعني قلت خلص انه نسيت الفن اساسا يعني والواحد يلتهي مشاغل الحياه والغربه جدا قاسيه يعني وما عدا شغلات تصير واحباطات وانكسارات فالواحد فبصراحه انا ابتعدت جدا يعني ولا كان ببالي انه اغني زين بس قلت لك ما صارت الفرصه رجعت بس مو معناها انه راح انتظر بعد 30 سنه لحتى اطلع مره ثانيه لا مصيبه هاي تكون لا هاي مصيبه لا 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 اكو ان شاء الله اكو مفاجآت اكو شغلات كلش حلوه زين